نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية من 11 دولة عربية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز العمل الأمني العربي المشترك بخاصة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وما يطلع به المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام من دور في تنمية قدرات الكوادر الأمنية العربية، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب دورة تدريبية للكوادر الأمنية العربية بعنوان الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات. الدورة استمرت فعاليتها على مدار 5 أيام بمشاركة كوادر أمنية من 11 دولة عربية وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام. إن الهدف من الدورة التدريبية اللي احنا بصددها الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين من خلال تبادل الخبرات بين الكوادر الأمنية العربية في مجال الإعلام الأمني اللي هو بيعد أحد المهام الرئيسية اللي بيتولاها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام. حدث حوار ونقاش تبادل فيه الجميع الخبرات والآراء حول تطوير الأداء الإعلامي الأمني وكيفية دمج وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأنشطة المختلفة لإدارات العلاقات العامة والإعلام. تضمنت فعاليات الدورة عدة محاضرات وحلقات نقاشية بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ومتخصصين في الإعلام الأمني، وتم خلالها إلقاء الضوء على أساليب مواجهة الشائعات الهدامة التي تستهدف الأجهزة الشرطية والرد عليها. خلال الدورة تم الاستفادة من الخبرات وتبادلها مع الزملاء في مجلس الداخلية العربي من مختلف الدول، كذلك سعدنا بالتعرف على التجارب الخاصة بهذه الدول بالتعامل مع الأزمات الإعلامية وما يتعلق في الإعلام الأمني، وشهدنا أكثر من أزمة إعلامية تم مراعاتها وكيف تم الخروج بشكل أو بآخر من هذه الأزمة بالتعامل معها من قبل الإعلام الأمني. استفدنا من قامات كبيرة على مستوى وزارة الداخلية المصرية لهم باع طويل في الجانب في الإعلام الأمني والتوعية الإعلامية في التعامل مع حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجمهور وحسن التعامل مع الجمهور. برنامج الدورة كان مصاغ بطريقة علمية ممنهجة بحيث لا يبعث على الروتين أو الملل. شملت فعاليات الدورة زيارات ميدانية لمركز الإعلام الأمني وإدارة الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية ومشاهدة التقنيات الحديثة فيهما لإعداد محتوى إعلامي أمني متميز ورصد كل ما يتعلق بشكاوى المواطنين والرد عليها، حيث أثنى المشاركون على الإمكانات الإعلامية لوزارة الداخلية. ما لفتنا أيضا زيارة قطاع الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية المصرية. حقيقة كان هناك ما يعني تعجب كثير كبير على صعيد التقدم، على صعيد الحرفية، على صعيد حب العطاء، حب التطور، على صعيد كيفية العلاقة ما بين بناء العلاقة الوطيدة ما بين الشرطة المصرية وما بين المواطنين. هناك اطلاع مكثف على الرؤية الإعلامية الأمنية في جمهورية مصر العربية ومدى التطوير والتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة وخصوصا تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير. تسعى وزارة الداخلية نحو مزيد من تفعيل العمل الأمني العربي المشترك في كافة المجالات الشرطية لا سيما الإعلام الأمني ودوره في مواجهة الشائعات وصناعة محتوى أمني يعبر عن الجهود الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار.